احذروا أنتم مراقبون، واقع قد يلخص مستقبلاً الرقابة التي ستخضع لها الاتصالات الإلكترونية في الجزائر عقب صدور مرسوم رئاسي بإنشاء جهاز سيكون تحت سلطة وزارة العدل. تقول السلطات إنه للرقابة الوقائية من الجرائم الإرهابية أو تلك التي تتعلق بما وصفته المساس بأمن الدولة، جهاز أثار جدلاً واسعاً حيث اعتبرته المعارضة محاولة للتضييق على الحريات الفردية والجماعية. هو تعدي خطير، والغموض الذي يكتنفه هو الأمر الأخطر منه، ونخاف من أن يساء استخدام هذا المرسوم أو يتعسف في استخدام هذا المرسوم. من جانبها رفضت أحزاب الموالاة ما تقول إنه مجرد تهويل، وإن الهيئة ستكون تحت سلطة قضائية لا أمنية، وأن التطور التكنولوجي فرض على الجزائر التكيف مع آليات الحماية الوقائية. أغلب الجرائم الموجودة أو الجرائم المنظمة، الجريمة الدولية من إرهاب ومخدرات وتسليح وتجار بالبشر، كل هذه الجرائم تتم مع كل أسف عن طريق الوسائل الإلكترونية، وبالتالي حان الوقت من أجل ضبط هذه الأمور. لكن نؤكد الجميع أن هذا لن يكون أبدا على حساب الحريات الشخصية والفردية. ويتكون أعضاء هيئة الرقابة الإلكترونية من ممثلين عن وزارة الداخلية والعدل والدفاع، تسند إليهم كما ينص التشريع مهمة مراقبة الاتصالات الإلكترونية، والتي تشمل المواد التي يتم إرسالها أو استقبالها أو كتابات أو صورا أو أصوات أو معلومات أيا كانت طبيعتها عن طريق أي وسيلة إلكترونية بما في ذلك وسائل الهاتف الأرضي والنقال. إذا لم تكن هذه المؤسسة مستقلة تماما عن أي مؤسسة من مؤسسات الدولة عن طريق الاستقلالية العضوية أو عن طريق تمثيل المجتمع المدني الحقيقي الجزائري فيها، فإنها ستتحول من وسيلة للدفاع عن أمن الجزائر والجزائريين عبر مراقبة وسائل التواصل الإلكتروني إلى وسيلة للتجسس. وستكلف هيئة الرقابة هذه فضلاً عن مراقبة الاتصالات الإلكترونية وتسجيلها بإجراءات التفتيش والحجز داخل منظومة معلوماتية تحت سلطة قاض مختص، مع ضمان عدم استغلال هذه المواد خارج هذا النطاق. الدواعي الأمنية وحماية أمن البلاد هو تبرير السلطات الجزائرية لإنشاء هيئة الرقابة الإلكترونية والتضييق على الحريات، وتفسير المعارضة لهذه الخطوة بحجة غياب جهة مستقلة تراقب هذه الهيئة. محمد جراد، الحرة، الجزائر.